ياهم هالصبايا قهوه وخلينا نبلش بسام وتقبر قلبي. تعال اجا الحلوان. على مهلك حطهم حلوانة الانوثه هي يا صبايا. طبعا خلي لي اياكم، شو تحملتوني. تفضلي ضيف الباقي. يلا حبيبتي هي القهوه، عدلي لي القرار. يلا خدي هي سودة قرارك، بتطلعي للنسخ وبعدين توقعيني الاستاذ جميل. روحي مبروك. يسلموا هالايدين، خاطركم حبيباتي. الله معك. يعني انا بدي اقول كلمه قبل ما اطلع. ان شاء الله سمي الهاري القهوه، انا ذكر ما فرجيكم. كيفك اليوم هنونه؟ شو اخبارك؟ إليك ولا للديب؟ اكيد ما انت حتقولي لي خسد ديب حاكم، انت بنت زقرتاويه. ما ساعديني بشو؟ انا كنت امبارح مصممه اني اتطلق من جميل، بس حسيت انه الطلاق بيفسح له مجال انه يتجوز من وحده تانية. حاكم هو منيشي، انا ما بدي اتطلق منه لاني انا بحبه لجميل، ما بدي يروح من بين ايدي. ساعديني ما الا كان خلاص امي فكره الطلاق من راسك، ويا دار ما دخلك شر وروحي على بيتك. شو يا دار ما دخلك شر؟ شلون بدك يعني ارجع بهالسهوله على بيتي؟ بالله شو مشان تنهال كرامتي وبطل جميل يحسب لي حساب؟ ما بتزبط معي مها. طيب شو المطلوب؟ بدي اياكي تدخلي صلحة بيني وبين جميل وتترجيني قدامه مشان اقبل ارجع على البيت. حبيبتي ما اذا هيك بسيطة، اعتبري حالك صرتي ببيتك. غيره؟ شو غيره؟ اكيد في غيره، لسه ما خلصت حكي. احكي غيره. بدي منك وانت عم تترجيني تخلي جميل يوعدني وعد قاطع انه ما يخالفني بالمرة. من هالناحية اطمني. غيره؟ غيره بعدين تعي لهون. ليش كده مطمني؟ بلكي جميل ما وافق على شروطي. ايه انا بخليه يقبل. غيره؟ حسك عينك، جميل يعرف انه انا اللي طلبت منك الصلحه، بعدين بيكبر راسه وبيفرض علي شروط بدل ما انا افرضها عليه، فهمتي مها؟ حاضر. غيره؟ وينك مها؟ لا تعادي طقي معه حنك، حاكم تعرفيني عقلي جوزتين بخرج بكلمتين ورد قطعهم وبس. مثل ما بدك. غيره؟ حاجتك. وجدتها. شو هاي اللي وجدتها؟ فكرت المسلسل الجديد. اجت القريحة؟ يا ستي اجت والله جابها. وعن شو بدك تكتب؟ هلا تعي كملي كوي عني بعدين بلك. وينك وسيم؟ إذا كنت عم تكذب فيا سواد ليلك، لأنه رح خليك تليف حيطان البيت كله. وحدة مثلك اللي بتليف حيطان البيت كله، أنا من هلا ورايح صار عندي شغل أرفع وأسمع. هات لشوف اللي شو موضوع المسلسل الجديد. أحلى موضوع، أحلى موضوع. عم فكر أكتب قصة جميل وهناء وغيرتها الزايدة على جوزها. لك شو هالموضوع؟ لك هذا بينكتب عليه 100 حلقة؟ منين اجتك هالفكرة؟ لك أنا عم قاري. روح لكان، يلا روح اكتب. طيب ما بدي آخذ أول قصة من مصادرها. شو قصدها؟ يعني أنا لازم روح لعن جميل وهناء وأقعد معهم وأفهم منهم شو عم يصير معهم وليش هي طالبة طلاق من جوزها وشو ناويين يسووا لقدام. مزبوط. شو مستني؟ إيه ما بدك تعطيني إذن بالأول؟ يا أبر قلبي أنت بدك إذن؟ يلا راقد ساعتين بس، ها بتشمشم الأخبار وبترجع بتكتب. يلا خلص ما بدكم لكان كم يكتب يا حبيبي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. أنت جاي لعندك؟ يا أهلا. السلام عليكم. سبيني على غرفة 210. طمني دكتور، المدام كيف صارت حالتها؟ طمن وضعها جيد. يعني بنقدر نخرجها؟ بدنا نفك لها جبصين وبدها تاخذ شوية دواء. طيب هذا الدواء ممكن تكتب لي اياه؟ نروح لعندك. الله معك. مثل ما فهمتك، ها اقعد حكي. هذا اكيد جميل، هذا اكيد. اتفضل. مرحبا هنا حبيبتي. اهلين جميل. لمين هذا الورد؟ للممرضه ما هيك شفتي مها؟ الله يسامحك انه قال للممرضه، لك هذا لمرتي وحبيبتي. مرحبا ست مها، كيفك؟ منيحه معك، كويس سكتي انت. حط الورد هنيك. ايه شو عليه؟ حطه هون، اصلا ما بصير الورد جنب الورد مشان ما يصير عجقه. بعد عني جميل لا تلقني. مالي قاعد جنبك ولا بدي بعد عنك، قاعد على التخت انا، تختك هاد شي. شو بكي هنا؟ ليه هيك عم تحكي مع جوزك؟ لا تكونوا متزعلين. اسألي له. شو استاذ جميل؟ في زعل بينك وبين هنا؟ اسأليها إلها. لا رح اسألك ولا رح اسألها، بينتكم متزاعلين، بس يعني أنا ما رح اسألكم على السبب لأنه هي بتضل خصوصياتكم، أما إنه تضلوا هيك متزاعلين أنا ما برضى أبداً، يلا تصالحوا ويا دار ما دخلك شر. أنا بالنسبة إلي ما بصالح.
أنا بالنسبة إلي بصالح، هاتي لك بوسة. ما بدي جميل. لك هاتي بوسة ما حلوة قدامك. خلص بقى جميل لا تلقني. خلص ما عم لقك، أنا عم أقول لك هاتي بوسة، خلص هلا قايم ضبط الأغراض وحكيت مع الدكتور أنا وسمح لي إني خرجك من هون، يلا. ما بدي روح جميل. إي لا هنا، يلا بدك تروحي قومي ضبي أغراضك وروحي مع جوزك. قلت لك ما بدي روح. إنه خلينا نروح. خلص بقى جميل عيب عليك. لك مشاني. ما بدي يا جميل، خلص بقى. وهي أنا عم بترجاكي. مشاني هنا مشاني. ماني رايحة ماني رايحة. طيب انه مشاني انا. ما بدي روح، مسكر على الموضوع لو سمحت. يا ستي انا حدي ستيني جنب. مشان سامي وسليم وطارق، مو بتحبيهم انت؟ لا عليك. ايه يلا هنا تقبريني، كبري عقلك كرمالي، روحي مشان الاولاد بيكونوا مشتاقين لك، وهلا بالبيت بتتصافوا والغلطان بيعتذر. انا ماني غلطانة، فهمتوا ماني غلطانة. يا ستي انا الغلطان وانا بعتذر، هاتي بوسي ها. بعد عني جميل قلت لك يا الله. خلص بقى صيري منيحة مو منيحة صدق. انا ماني منيحة. لك فهميني شو بدك، شو طلبك؟ طلبني جميل. ناوليني شو؟ مو عامل لك كويني، عامل لك ناوليني. شو بدي ناوله؟ مصروفي. حاضر. هي 100 ليره بدل 50. شو 100 ليره؟ ما بيمشي حالها 100 ليره. لكن قديش بدها؟ بدي 500 ليره. 500 ليره؟ ايه لكن لحتى يكون ذهني صافي تمام لازم اركب تاكسيات انا. كثير 500 ورقه. لا مو كثير. هات 100 ورقه. لا ناوليني 500 اول انت. لا هات 100. لا انت ناوليني 500. مد ايدك لمد ايدي. انت قربي ايدك ورجيني، قربي شوي، قربي قربي. ها هي لا حخليها هذيك روزيف، بركي صار معي شيء ما بتعرفي. شوفي اذا بدك تتضايقي بلا هالروح ها بزت المصاري. لا 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 خلص خدهم خدهم، بس ارجعوا مخك مليان. مليان على الاخر. يا رب تشتي عرسه انت تلحقني طرطوشه وفرح امي والجيران وخبي الاسمر برموشه. ما تهزت بوش التوتي رح حبك لو بتموتي، انا يا ورده مجوز طلعت قد الفتوتي. يا حبيبي يا حبيبي قصص حب وغرام بالمديريه. والله ايش فيكم يا استاذ جميل؟ استاذ جميل طلع شوف شو عم يصير برا. استاذ جميل الاستاذ جميل مو هون. وينه؟ لسه ما اجا. امبارح ما اجا واليوم ما اجا. خير ان شاء الله؟ ما بعرف بس انا لازم اعرف. معناتها روحي دوري عليه. لا ما رح دور عليه، رح استناه يمكن هو. هاتي احكي معه. الو؟ اهلين ماما. ام فوزي عندك؟ ايه شو جايبت لنا اليوم؟ ايه بدها وحده بتعرف اربع لغات وكمبيوتر. ليش هي بدها عروس ولا بدها سكرتيره؟ يا ماما الشغل بالبيت وشغل بالوظيفه. ايه مو معقول هيك. ايه لا ما حزرت ابن ناقص. باي وردي. انا برايي تشتغلي عنده سكرتيره، صدقيني احسن لك. يا رب تشتي عرسه تا تلحقني كرتوش. خليني اخبر مدام هنا وقول لها انه جوزك لهلا ما اجى على المديريه. غريب وينه؟ مرحبا محمود. اهلين بام تحسين بحبيبتي. شلونك؟ تمام. خليك رحتي شقتي على هنا؟ لازم روح يعني؟ ايه طبعا لازم تروحي. اه انت رحتي؟ لا بس قلت لحالي المر لعندك بركي بنروح سوا. ايه بنروح سوا ليش لا، بس يعني بس شو؟ شوفي شوفي الصدف يا لطيف، بتصير كل صدفه يا ام تحسين فظيعه اكثر من الثاني. انت قبل ما تهلي وتجي لعندي حكيت مع ابني محمود وذكرته مشان المصاري اللي بدي دينك يا و... ايه وشو قال لك؟ قال لي تكرم عينك وعين ام تحسين، ألف طلب مثل هالطلب عوض ال 100,000 ما بيصير، بدي ابعت 150,000 وامتى ما كانها تردهم مو مشكلة. كتر خيره، وما قال لك امتى رح يبعتهم؟ طبعا قال لي. امتى بكرة؟ لا يا انت الثانية شو بكرة؟ قال لي اليوم المساء من كل بد ومن لس بد بيكونوا معكم. مالي عرفانة يا محمود شلون بدي اتشكرك، هالخدمة بعمري ما رح انسى لك اياها. نرجع لموضوع زيارة هنا. معقولة نحنا نزور مريضة بالمستشفى أو ببيتها ما ناخد لها هدية نفوت هيك بإيدينا؟ ما بيصير طبعاً.
ما احلانا وفايتين بايدينا عم نلق. لا ما بصير. طيب معك تديني مشان انا اشتري مجمع شوكولاته وفوته بايدي. تكرم عليك ام محمود، هاي 200 ليره. لا خلاص ما عم بدي اياهم، بكره بستنى هنا بس تطلع من المستشفى وتصير الحمد لله ببيتها، بفوت بذات نفسي وبشق عليها لحالي. ايه بس هي بتعتب عليكي. لك بهون عليكي ام تحسين، ام محمود طول وعرض وبهيئتها المهيبه، تروح ب 200 ليره ما بدي، بدي اخذ لها هديه محرزه، شو اشرحها؟ طيب معي 100 كمان تاخذيها؟ ما معي غيرها. معي 200 ليرة بدي اخذ فيها هدية لهنا. يعني جمعا يكون صاروا 500 ليرة. ام محمود ما معي غيره. شو رأيك ناخذ له هدية مشتركة؟ موافقة. هاتي ام تحسين روحي وقفي تاكسي لبين ما انا البس اوعيي. حاضر. روح حبيبتي. يا ابو عبدو. ايش في ام محمود ايش في؟ روح جيب لي نابلسيه. لك منين بدي اجيب لك نابلسيه؟ لسه المحلات هم ما فتحت. كم تريد دارو بالنهار؟ ايش بعرفني؟ يعطيك العافيه. الله معك خيتو. لك عاش وما يبلي. ايه اشرتي ام محمود؟ مثل ما عم بقول لك بتروح على البلد كلها بتدور بتجيب لي نابلسيه بترجع. حاضر. ايه علقت من اجري انا؟ يلا حنو الحمد لله على السلامة. جبسين وفكيناه ورجعتي عال العال، يلا نتيسر على البيت. يلا. ليش مين قالك انه انا بدي اروح معك جميل؟ لكان مع مين بدك تروحي؟ انا بدي اروح عند اهلي. اوف عند اهلك لوين؟ على حمص. اوف وليش بقى؟ هيك بدي اقعد عندهم ولو سمحت تبعت لي ورق طلاقي لهنيك. ست مها يا ريت تحكي لك كلمة وتعقليها. هنا كبري عقلك وروحي مع جوزك. قلت لك ماني رايحه اني ماني رايحه بلطو البحر. طيب شو رايك تروحي لعندي على البيت بترتاحي لك شوي؟ خلص استاذ جميل وصلنا لعندي على البيت. لا انا ما بركب معه. بدي اوقف تاكسي لو سمحت بعد شوي. تعي خاطرك جميل ابقى سهل عليك. حق علي أنا اللي جبت الدب لكرمي. مرحبا أمال. وردة توقعت المعاملات؟ لا لسه. ليش لسه؟ معاملات روتينية ونظامية، ليش ما تتوقع لهلا؟ لأنه المدير لسه ما إجا. إيش هالحكي وردة؟ معقول لهلا المدير ما إجا؟ لا تصدقيني عم كذب عليكي أنا، تفضلي افتحي باب مكتبه وشوفي إذا موجود ولا لا. وردة أنا معقول إنك عم تكذبي، أنا بس عم بتسأل. إيه لا تتسألي إيه؟ وردة مو سؤالة، عم بتسأل يعني عم بسأل، معقول لهلا ما إجا؟ ومبارح ما إجا إلا ساعتين وأولت مبارح ما إجا لك، وردة ليه قومي طوى. طوى شو؟ طوى، طول بالسهرة، قام طول بالنومة ومشان هيك ما إجا. ايه ممكن جائز. ما على كل حال هلا بس يجي اذا وقع المعاملات ابعثي لي اياهم مع مسعود. ماشي. ايه وردة بدي اسالك بس شو عم تسوي هي؟ عم تستنى معاملتها. عم تتسال. اسمعي منا يا منال وشيلي لي فكره الطلاق من راسك. حرام عليك مشان ابنك. خلاص ما عاد فيي طفح الكيل. يا منال يا حبيبتي يا روحي يا عيني حطي دياتك وجرياتك بمي باردي. وردي ما منها خوف، وردي ما ممكن تتجوز رجال مثل سالم. ليش حبيبتي شو بسالم؟ لا تفهميني غلط ما اشبه شيء، بس طموحات وردي اعلى من هيك بكتير. وردي عم تحلم تتجوز رجال عنده فيلا وسياره اخر موديل وجيبته عبياني بالملايين. جوزك عنده فيلا شيء؟ فيلا والله جوزي بصراحه ما عنده فيلا ولا حتى غرفه صغيره بجنب الفيلا، طول عمرنا ساكنين بالاجار. عنده سيارة آخر موديل شي؟ ولا بسكليتة قديمة؟ جيبته عبياني بالملايين شي؟ لك من وين لوين أقف بالأدنين؟ إيه عجب لك من شو خايفي؟ شوفي من هالناحية معك حق تراها، هو منتوف وعايف حاله، بس أنا اللي قاهرني وفالقني إنه بيضل حقها لوردة وعم يغازلها، لك ولك أني موجودة! إيه طولي لي بالك؟ هي شغلي مقدور عليها. منال اسمعي خبر بمليون ليرة. لك حلي عني روحي لعندها قلي لها. ما اغلى زيك، له علاقة بوردة على فكرة. سلوى انت احسن منها، هلا بقول لك يا سخن طازة مثل النار، بس على شرط تشربيني قهوة. بشربك شو هو الخبر؟ مديرنا الأستاذ جميل حمصي طار. شو يعني طار؟ يعني حلقوا له، زحطوا، احطوا له، طوطوا له.
بتحكي جد؟ لك وجد الجد كمان. شو عامل؟ أكيد هبش له شي هبشة، وهلأ أجا وقت محاسبته. يا ما تحت السواهي دواهي. لكن حبيبتي إن شاء الله ما بتمضى هالسنة إلا بكونوا مسكوا كل اللي عم يسرقوا البلد ونظفوها. الله يسمع مني، يا هيك الاستراتيجية يا بلا. ما هيك كمان أنا عم قول مثلك، استراتيجية كتير مهمة. أنا راح أخبر بقية الموظفات، بدك شي؟ لا سلامتك، أوعك هدوبك تلحقي مونتي كارلو. يا ربي أنا فين وهن فين؟ إيمان مين خبرك؟ لك إيه كل المديرية مطبولة بالخبر. أخ من تمك لباب السماء؟ أوف ليش قلبك مليان منه؟ لك لا مليان ولا فاضي. لكن ليش بدك يا عيرو؟ لك يا أختي بنتعرف على وش جديد، يكون عنده آراء جديدة، وسائل جديدة لتطوير عمل المديرية. هالمدير قاعد على هالكرسي من 15 سنة وما عاد نزل عنه. تقولي أبو مطوب له يا باسمه؟ أخ إيه والله معك حق، لازم بقى يخلي دور لغيره. بركي بيجينا مدير شاب مخه نظيف كله نشاط وحيوية، مو مثل هذا الأستاذ جميل، شوي مرته بتغار شوي ما بتغار وما قاله غير هاي القصة. ولي منيح اللي ذكرتيني، لروح شوف المغضوب مع مين ساري. أنا كمان بدي شغل واسطتي، بركي بروح بتعين بداله قبل ما يجيبوه لحدا وحطوه على الكرسي. أم محمود يلا بسرعة انزلي، صار السيارة نص ساعة واقفة. أم محمود أم تحسين يلا خلصيني. يلا أم محمود عم تسمعيني؟ يلا ما تروح شيء على هنا. يعني معقولة تكون راحت بينما أنا رح جيب تاكسي؟ أم محمود؟ لك أم محمود؟ مرحبا منى، هي آخر مرة بنعمل فيها 36 ساعة. مرحبا. أهلين أستاذ جوزي، إذا رايح تشق على مدام هنا فهي تخرجت من المستشفى اليوم. إمتى؟ اليوم الصبح. طيب لوين راحت؟ إيه وين بدها تروح؟ غير على بيتها. جوزها كان معها؟ طلع هو وياها وست تاني يمكن نهار في قطع. طيب تسمحي لي بالتليفون؟ إيه تفضل. كثير بحب التمثيل، بتقدر تساعدني وتنمي لي مواهبي؟ الله على عيني، بتأمري أمر، ببقى بمرق لعندك، بس بدك هلا يعني ما تأخذيني لأنه بتدور على جميل وأنا. ميرسي لإلك أستاذ وسيم. تكرم عيونك، اللي رجع لعندك. إيه ولا يهمك، إمتى ما أجيت أهلا وسهلا. اشربي فنجان هالقهوة. ما بدي اشرب. طيب اشربي هالفنجان مشان تهدي اعصابي. اعصابي هادي؟ مين قالك اني انا معصبة؟ معصبة شي انا؟ ماني معصبة. لا باين. طيب اشربي القهوة مشان نعرف نحكي. لك شبكي معها؟ ما بدي اشرب غصب عني، ما بدي اشرب. لا مو غصب عنك، بس انا بدي افهم هلا انت ليش متضايقة؟ مو صار اللي بدك اياه؟ مزعوجة منك انا. مزعوجة مني؟ ليش انا شو سويت؟ هيك؟ هيك اللي بيأمن فيك يا مها؟ وعلى اساس تطلعيني انا وجوزي جميل وتخلينا نرجع على البيت سوا؟ هيك؟ هلا عم تلوميني الي؟ بدل ما انا لومك وازعل منك، ولا بدك تتغدي فيني قبل ما اتعشى فيكي؟ كنت مفكرتك رح تطلعيني انا وجوزي، طلعتي مو خرج، كان لازم امن بوحده تانية. وشو بدك يعني ساوي اكثر من هيك؟ خليته يجي لعندك ويعترف بغلطه ويعتذر منك ويقرب منك ويبوسك، بس انت اللي ركبتي راسك وتنحتي وطلبتي الطلاق. ومعلش هنا يعني طالما سيرة ومفتحت لا تزعلي مني، بس طالما ما بدك تقبلي وساطتي ليه لحتى طلبتي مني؟ ولا بس هيك مشان يعني تحرجيني وتخجليني؟ اي انا كنت بدي اقبل وساطتك وسامحه لجميل وارجع معه على البيت، بس انت عيب شو مالك؟ عيب شو؟ انا شو؟ ما كنت تترجيني كثير. هلا انا ما ترجيتك؟
لك اضليت ساعه اقول لك يا هنا مشان جوزك مشان ولادك كرمالي يا هنا زرعيه بدقني يا هنا وانعرك واشر لك وانت تنحتي وركبتي راسك شو بدك يعني بوس رجلك لحتى ترضي لا لا بوسي ايدي ولا تبوسي رجلي بس يعني كلمتين الاخر ما كانوا قالوا شيء مو مشكله ملحوقه هلا بدق له لجميل وبخليه يجي وفوت بصلحه بيناتكم شو تعي لهون ما بدق له ولا شيء خليه هو يجي لحاله يجي لا تحلي لي اياها يا بي بدي اياها مرمره مثل الايام يسلموا ايديك الله يسلمك جيتك غالي علي يا جميل اي سيدي شلون بتخليها تحلب تروح لعند رفيقتها يعني شو كان بيطلع بايدي ساوي يا بي كان لازم تشدها من شعرها وترجعها على البيت نحن ما عندنا نسوان تحرد وبعدين مو ناقصنا فضايح انا اصلا هيك كان بدي ساوي بس فجاه بحتين ولمت علي العالم وصارت تصرخ وتولول ليه بدي احرم عند اهلي بدي احرم عند اهلي الله ستار وبعت لنا رفيقتها حدت عندها تخيلها يا بي حداني عند اهلها وجايه حماتي ولي ساعتها بدل ما تنحل الامور بنحل انا وبتتعقد الامور يعني هلا بحردتها لعند رفيقتها ما رح تتعقد لا اكيد ما رح تتعقد رفيقتها ما عقلي بتقنعها وبترجعها على البيت وبركي ما رجعت لا تطمن بترجع بابا بترجع اللي وقتها انا انا عم اقول بركي ما رجعت ساعتها بخلع الرقبه شيتها بعرفك طول عمرك يا زبيبه على سيره زبيبه امتى امي راجعه من عند اختي وشو بدها تعمل لك امك ما بعرف بس بتحل لي اياه لما قلت زبيبه ذكرتني طول عمرك يا ابي ايش راب قهوه خلصني محلية يا بي هلا ممكن افهم ايش عم تبكي طالما انت اللي زعلانه وعندك استعداد ترضي اكيد من هون للظهر الاستاذ جميل يا بيجي يا بيتصل بيقول انه جاي ووعدك انا ما رح حل عنكم رح ضل اترجاكم لحتى تطلعوا من هون رضيانين خلص روقي هنا طب قولي لي مركي جميل ما رضي لا يجي لا يتصل انا شو اعمل انا بحبه لازم ان شاء الله لا ما بيعملها استاذ جميل بحبك كثير وشو عرفك هو قال لي انا انت اللي قلتي لي اي مزبوط يا بابا كاني بحبك لهلا والله لهلا اي لا شو عرفك هو عامل لك الحكي كله استني 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 هذا اكيد هو جميل يا على التليفون قلت له اهلا وسهلا دغري شو بدي اقول له لك قلت له شو بدك تقول له انه هنا جوا والطايح التليفون شي ربع ساعه بعدين قلت له بعد جهد وبعد ما ترجيتها لهنا بالاخير قدرت اقنعها انه تتناقش معك بالموضوع انا مجنونه انت شو بدك تصعبي قصه ولا بدك تسهليها لك اختي ساعه بدي اقول لك يلا ردي على التليفون مثل ما بدك ايوه لك وينك انت ساعه لحتى تردي على التليفون أنا وسيم رفيق ولا جميل حضرتك الكاتب يلي كتب يوميات جميل وهناء نعم يا ميت أهلا وسهلا أنا من زمان حابب أتعرف عليك وقلت له لابني جميل أكثر من 100 مرة عرفني على هالكاتب قال لي بس لتجي الفرصة وقامت الفرصة أجت على إيديها ورجليها رب صدفة خير من ألف ميعاد وأنا كمان إلي الشرف أنه أتعرف فيك وأنا أكثر عمي خديدي عينك تعرفتي وين بلاقي جميل؟ هلأ قيمك من جميل شبنا بجميل وخلينا بالمهم أنو مهم؟ إلك ولا للديب؟ خسر ديب عمي خسر قلي بدي منك تلاقي لي شي دور بشي مسلسل من مسلسلاتك الشيقة العظيمة ويكون هيك يعني دور الممثلة بدها تلعب قدامي تكون حلوة بطلة إن شاء الله عمي إن شاء الله بس بالأول للاقي جميل لأنه بصراحة رحت على المديرية ما لقيته ورحت على البيت ما لقيته برأيك أنت وين مثلاً بقدر لاقي؟ ما بعرف إجينا عندي قعد شوي وبعدين راح أيوة راح طيب خاطرك لا تعال لك من خاطرك لسه ما اتفقنا ما بدك تكفي الدور بالمسلسل الجاي وبدي منك تعمل لي فيه مغامرات حاكم أنا بركب خيل وبلعب سيف بس لاقي جميل نجي نتفق على رأسي أهلا وسهلا الله معك على رأسي شكراً عمي شكراً طالع أبو جميل لجميل وهذا جميل لنا لا إله إلا وأنت شو عم تعملي عندك بالبيت؟ ليش مالك بالدوام؟ لا لقيت حالي تعبانة أخذت إجازة اليوم لك إيه خلصيني بقى ضروري تحكي معه؟ إيه نعيم بدي خبرك خبر هنا عنا
جبتها لترتاح عندي شوي. لا خليك بشغلك انت. نايمة. اي. لا لا. يلا مع السلامة نعيم، مع السلامة. اختنا. كل يوم بيجي لجوزي 5 تليفونات من شركات الانتاج، كلهم بدهم نصوص، بس هو ما عم بيبين. ليش بقى؟ يا اختي هالرجال احيانا. لحظة لشوف مين. اهلين اهلين استاذ جميل. اهلين اهلين ست سعاد. شكسبير هون؟ ليش ما؟ ما شو؟ ما في شيء. تفضل تفضل. يلا تفضل استاذ جميل. يلا يلا. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. حضرة المنتج الخليجي حمد العبد الله. كانت مزحة ظريفة بقى. ظريفة كثير. جارتنا ام روزا. استاذ جميل الحمصي عم بمزح. اهلا وسهلا. تفضل تفضل استاذ جميل. الله يزيد فضلك. اذا بالمكتب برو لعندهم. لا 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 مو بالمكتب. معناتها اكيد نايم. هذا شخير مو شكسبير. ما بعرف انا. لا لا مو نايم. لكان وينه وينه؟ الحقيقة بالسيفة. بالسيفة. زقرت بعرفه. شو عم يساوي بالسيفة؟ عم بيصلح الفواشة تبع البرميل. فواشي. إذا بده يطول بحاكي وهو عسيفي. لا 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 ما بيطول. تفضل تفضل. كيف الست هنا؟ إن شاء الله هيك تحسني. الحمد لله تحسني صحتها وطالعنا. منيح تصالحت ولا كم؟ هذا جوزك ما بتضل البحصة بتمه دغري ببقى. فعلا ما بينعطى سر. يا أستاذ جميل ما في أسرار بين المرأة وجوزها. ماشي. إذا بده يطول بحكي مع الفواشي. السلام عليكم. لا لا هلأ بيجي. شو بدك منه؟ بلشنا بالأسئلة اللي لها أول ما لها آخر. نعم؟ لا ما في شيء. أنا كنت بدي أسأله عن موضوع. السلام عليكم. أحكي أنا وياه. أنت اليوم ما شفته لوسيم؟ اليوم طلع ساعة زمن ورجع. ما راح لعندك؟ هذا أكيد وسيم طلع لشي محل وكذب عليه وقال رايح لعندي. إذا قلت له هلأ ما شفته بتحطه محل الفواشة بالبرميل. أحسن شيء داري على كذبته إلا شفته. أستاذ جميل وين سرحت؟ لا ما في شيء. السلام عليكم. بس كنت عم فكر شوي. عم فكر تصور لي شيء 6 صور هوية هون ونص كنت. هو مزوح كتير بحب المزح. مشان شو راح لعندها؟ يا حبيبي انا من تحت الدلف وانا تحت المزرعه. نعم بسمعك. يعني هنيك الدلف اشوى من المزرعه. شلون بدي اقول لك؟ راح لعندي حكينا شوي على المسلسلات. يعني حكيت؟ ايه حكيت. ليش ما نعتيه يحكي لها شيء؟ لا 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 نهائي. بس يعني عن شو حكيتوا؟ ما قال لك هو؟ ما سالته. مالك بالعاده؟ يعني قصدي اجى من الباب على الفواشه لهلا ما نزل. اه الا كان بس يخلص يا ريت هو والفواشه يمروا لعندي على المديريه. وذكريه حمض لي الصور كمان. يا السلام عليكم. مع السلامة استاذ جميل. بحب المزح كثير. ها ها مرحبا. كيف الصحة؟ يا اهلا وسهلا. قد ايه الساعة؟ الساعة 11. حضرتك هون ساكن انت؟ ايه ساكن فوق. انا محمود جارتكم. هي شقتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفنا يا اختي. متجوز ولا عم تدور على عروس؟ لا متجوز وعندي اولاد. الله يخلي لك يا عمر. مرتون معهم؟ قال مرتون. امهم معهم ولا معهم؟ امهم الحمد لله عايشه فوق راسنا. يعني مو مطلقين انتم؟ لا. يعني في نية؟ لا ما في نية ابدا. بدي اتسال عليك بسؤال. تفضلي. شو بتشتغل حضرتك؟ الله يعني اذنك يا اختي انا محامي وعندي شغل بالقصر لحتي. استنى بدي اسالك سؤال قانوني، بس مو تعتبرها استشاره قانونيه وتدع مني اجرتها؟ ما راح طالبك بشيء. اسالي سؤال تفضلي. تعا تفضل لجوا لنتحدث. مو حلوه نحكي قدام الطالع والنازل واللي بيسوى واللي ما بيسوى. معلش مستعجل خلينا هون. تفضل شو سؤالك؟ عيني فلنفرض مثلا مثلا ها مثلا عم قول ليش العذاب؟ رح امثل لك انا الجريمه كلها. اعتبر هون في كتله هيك كبيره اللهم صل على النبي حوله وحواليه دفش هالامراه وهالامراه مره وحدانيه دفشها هيك فرد عزم وإجا راسي على الأسانسير طلع لها نبيرة. هل يحق لها عندئذ أن ترفع عليه دعوة أم لا؟ هو شوفي عندئذ بحق لها بس شو راح يستفاد منها؟ والأريضة يعني ما راح يستفيد شيء؟ هو شوفي على هوا الإصابة إذا ماكني بحق له تعويض. هي من ناحية ماكني ماكني بس ممكن الشخص الأول يجبر الشخص الثاني بأنه يتجوزه. نعم
نعم يا رفتك، يعني فرضا رح ارد ارجع امثل لك الجريمه، خلاص تخيل بانه هون في كتله ضخمه دفشت لهالمراه والمراه وحدانيه حصرتي ما في مين يرعاها، هل تستطيع ان تجبره ان يرعاها ويتزوجها؟ خلصنا بقى. انت اكيد عم تمزحي، عن اذنك اختي. اخي وين رايح؟ يلا روح بحفاظ، طالما ساكن عنا هون بالبناية امتى ما بدي بلقطه، لدق على سامي وسليم بيكونوا اجوا من المدرسة. اكل لي نمتين. لك تروحي قاتل، صار لك ساعة عم تلعي مع الرجل، شلون اجوا من المدرسة وما طصيتيهم؟ لك ما في أغبى مني بحياتي، ما شفت أغبى مني أنا. روحي على شقتك. بتسد بوزك وما بتحكي ولا كلمة على جميل ولا فهمت ولا ما فهمت؟ أنا ما عم بحكي، هن اللي عم يحكوا. مين هن؟ الموظفات. بدي أقطع لسانك ولساناتهم ولسان كل واحد بيجيب سيرة جميل بالعاطل، لك مو عيب عليكم؟ لك هذا الأستاذ جميل أشرف من الشرف، نفجة بحياته ما أخذ قرش واحد. على كل الأحوال ما في دخان بلا نار يعني. نار اللي تحرقك وتحرقن إن شاء الله، لك مو عيب عليك، مو عيب عليك تطالع هيك إشاعة على مديرك لك أنا ما طلعت، هن اللي طالعوا. من اللي طالعوا ما؟ انت لك عن شو عملت؟ انا ما عملت شيء، انا سمعته بس. ان شاء الله بتبلى بالطرش، ايه وما بتسمع غير صوت مرتك منال. امون يا امون هدي حالك، يعني انا بدي اعرف هن ليش طالعوا الاشاعه هي؟ لانه اللتاتات. لتاتات، طيب هو وينه كم يوم صار له غاطي؟ هو شو بيعرفني، بس اكيد عنده ظرف خاص. شو هو الظرف الخاص؟ شو بيعرفني؟ ظرف خاص يعني ظرف خاص، ايه فهم الحالة. فهمت، بس وينه يعني هلا وينه؟ انا بقول لك وينه، رح دور عليه وجيب لكم اياه. أرسموا بابا، أرسموا بابا بالألوان، أرسموا عالمي فوق القمم يا أنا فلان. هلا هيك بدك تضلي رايحة جاية بالأوضة؟ ما رح آكل من الأوضة شقفة. حبيبتي ما رح تاكلي من الأوضة شقفة، بعرف بس بتتعبي. لا طمني بالك، لساتي صبية ما بتعب. إيه أنا تعبت بدالي. لا طلعي فيني. طب حبيبتي عديلك على شي كرسي بيت معبى كراسي. ما بدي. طيب شو رأيك تفوتي على أوضة النوم ترتاحي لك شوي وتغيري أوعيكي؟ ريحته مستشفى. ما بدي. طيب بحط لك فطور. ما بدي. أحمي لك الحمام. ما بدي. يلعو قلبك، شو بدك؟ بدي جميل يجي لعندي ترجل، أنا بحبه. ان شاء الله ان شاء الله بيجي، ان شاء الله بيجي وبتتصالحوا، بس من هون لوقت ارتاحي لك شوي مشان تعرفوا تتفاهموا. ما بدي. يا رب تكون هالاشاعه مزبوطه، بلكي المدير الجديد بيجيب سكرتيرته معه وبيبطل ياخذ لي ورده. اطلع لعند افقع الخبر السعيد. المدير مو هون. ما بعرف. اي ما قال لي. مواطن؟ نعم. مواطنة؟ الله معك. مواطن؟ مواطنة؟ الله معك. شو بكم؟ ليش الوقفه ما رحتوا؟ المدير مو هون. مرحبا ورده. انسة ورده لو سمحت. مرحبا انسة ورده. شو بدك؟ سلامتك. الله يسلمك. شو ها؟ لك شو ها؟ طالعة من دمك مثل العسل، عيدية هي اللي قلتي آخر شيء. شو هاد؟ الله يسلمك عيدية. إيه الله لا يسلم فيك ولا عدمي. برافو عليكي، برافو عليكي، هي الوردة اللي بعرفها من زمان، منيح ما تغيرتي مثل بعض الجماعات. مين بتقصد؟ أنتِ بتعرفي مين بقصد. وردة، قصدي أنسة وردة، سمعتي آخر إشاعة؟ أنو إشاعة؟ شبههم كأنهم شايفين شي بابو. فيني شي؟ طب حارق صف السيارة. لا طوطوله. لا ما طوطوله. لا طوطوله. ما طوطوله، ما طوطوله. لك شو باص؟ طيب إذا ما طوطوله، البريد على مكتبك صار له من بارح، ماشي الحال، وقعيه وعطيني إياه لدور على المكاتب، اقلعي لي عيني مشان كذب الإشاعة. لسه ما وقعه. ها شفتي؟ معناتها طيروه، طوطوله، قلعوه، زحلقوه، وإن شاء الله أنت بعد فترة كمان بده يطيروكي من هون على المكتب، هيك طيارة لعندي يا طيارة طيري.
ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ سالم، حليان صوتك كثير عندي اخر كوبليه. يا طير طيري يا حمامه. شو هي اللي بدها تطير؟ شوف سبحان الله استاذ شلون الشغله بتطبق على الشغله. لك كنت عم بحكي للانسه ورده عم قلها انه امبارح كنت نايم انا وهمام. مين همام؟ همام ابني. شوفها الشغله بتزبط تمام. شفت بمنامي مو انا وياه ماشيين، هو انا وياه راكبين بالطياره. مو هو سلك في شوحه بيناتنا، طوطوا له صاروا يطوطوا له، سلك على الشوحه حمامة طوطوا له. شو بدك؟ انا مين؟ انت الاستاذ جميل. وشو بيشتغل هون؟ انت مديرنا وتاج راسنا. يعني لا طوطوني ولا زحلقوني ولا طيروني. ما روح لمكتبك. حاضر استاذ. استنى، مين اللي طالع اشاعه هي طوطوا له؟ هو مين هو؟ هذا فاهم علي عم اقول لك مين طالع هي الاشاعه. استاذ هن كانوا قاعدين وانا سمعت قالوا لي. اعطيني الكشف من عندي. والله هن استاذ اعطيني هلا. هذا الكشف بتاخده بتدور فيه على كل غرف الموظفين وبتخرس اللي مطالع هاي الإشاعة. سمعت؟ يلا طيب. هذا سأل عني؟ كتاب أستاذ. أستاذ وسيم بينات اللي اتصلوا؟ أستاذ وسيم اتصل مرتين، والأستاذ سعيد اتصل وقال إنه دكتور المديرية عطاه أسبوع إجازة زيادة. أسبوع مشكلة هي؟ وين المشكلة أستاذ؟ قلتك طالما حرداني وحرداني خليكي محليك. مين الحرداني استاذ؟ لا يعني انا قصدي صحيح كنت بدي اسالك انا سوارتي، مين اللي طلع لي اشاعه انه طوطولي؟ ما بعرف، بس الموظفين والموظفات شافوك تاخرت اليوم انت، وامبارح رحت على بكير، فيعني حسبوا انه شو حسبوا؟ انه طوطوا لك. لا تعيديها وعم تشوبري كمان، ما بحبها هي طوطولي. عفوا استاذ، يعني فكروا مثل ما قال الاستاذ سالم الاشاعه اللي سمعتها منه. إيه بدي كسر اسنانه هذا سالم وما خلي في شيء سالم. يا ريت يا استاذ يا ريت. جلسي يا انسه وردي. عفوا استاذ. روحي اطلبي لي الاستاذ وسيم. يلا. حاضر استاذ. طبعا لك بس شو بدنا بالحكي، حلو صوت الكعب. يا حمامه. هذا المصنف ما بيمشي حاله، بدك تعطيني هداك المصنف اذا بتوقع مشان يصدقوني. توقع؟ ايه تفضل توقع. سالم؟ يا عيون سالم روح سالم، كيف بدي نام؟ لمحة بصر على الكون والايام ما بتنلام. خدني حبيبي وتأمر على الراس وعلى عين، اطلب وسقيني من العين. مثلك يا سكر بيدو يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب؟ مش معقول نلاقي اثنين يا حبيبتي. لا استر عرضك ان كل شيء الا يا حمامه فيها طيارات هي بلاها. استاذ سالم بدي انصحك نصيحه، اذا خلال ساعه وحده ما بتكذب الاشاعه اللي طلعتها على الاستاذ جميل، الاستاذ بده يقصر لك لسانك. يقصر لي لساني؟ طيب انا كيف بدي اكل؟ بتضل صايم طول عمرك. طيب صحيح؟ طيب كيف بدي احكي؟ بتسكت على الخالص؟ طيب افهمني انا ما بحسن اسكت على الخالص، طيب كيف بدي اتفاهم انا وابني همام؟ كيف بدي اشرح له درس الرياضيات؟ استاذ سالم راح من الساعة 5 دقائق. لوين راح؟ صاروا 6. 6 دقائق؟ لا لازم اروح انا مشان ما تنطبش الشغلة براسي. نعم استاذ. استاذ رح اتصل هلا فيه فورا. يلا بسرعه. حاضر استاذ. لو مقلي سمك. الو مكتب الكاتب وسيم الريس. يا هلا مين معي؟ انا ورده سكرتيرته للاستاذ جميل. بالله الاستاذ وسيم موجود؟ لانه الاستاذ جميل بده يحكي معه. قلي له للاستاذ جميل إنه الأستاذ وسيم ما له فاضي، لساته عالسقيفة عم يصلح الفواشة، هو بيعرف. باي. طيب شكرا. أستاذ جميل؟ الأستاذ وسيم ما بيقدر يحكي معك لأنه عالسقيفة هو عم يصلح الفواشة. ماشي. أنا متأكدة من معلوماتي، في ناس مهمين وموثوقين كثير من أكثر من جمعة قالوا لي إنه بدهم يطوطوا له. لكن مين اللي إجا اليوم على المديرية؟ هذا مال أستاذ جميل؟ لا هذا طيفه للأستاذ جميل. حبيباتي يعني وإذا رجع على المديرية هذا ما بيعني إنه رجع مدير. لكن شو رجع إجير؟ لا
رجع المديريه مشان يضب اغراضه الشخصيه. انا بشوفهم بالافلام دائما هيك بيعملوا. ايه اكيد. شو عمل فيكي؟ شو عمل فيكي؟ شباك ليش هيك هاجم علي؟ يعني ما بتعرفي؟ لك شو بدي اعرف خلاص؟ لك طالما ما بتعرفي ليش طبلتي المديريه؟ لك ما انا بعد جوزك عني. بالله انا وياه ما بنتحاكى. لك سلوى انت احكي معه. ما بحسين بخاف تزعل مني منال اذا لقيته. سالم شيل ايدك روح على مكتبك احسن ما ابعث لك مسعود يشحطك شحط. يشحطني شحط؟ لك انا بدي اشحطك من لسانك. لك مو عيب عليكي؟ مو عيب عليكي تطلعي اشاعه على الاستاذ جميل؟ انا ما طلعت شيء، انا هيك سمعت. شو سمعتي؟ سمعت انه هيك بدهم يطوطوا له. بدهم يطوطوا له؟ ماشي الحال، على كل الاحوال لازم تعرفوا انه الاستاذ جميل رجع لمكتبه، ومشان يتاكد كلامي ليكو توقيع. فرجيني؟ ايه والله مزبوط عم تحكي. معناتها هلي قال لي طلع كذاب. إيه خلص طلعت كذبه. شو اول مره بالمديريه بتنقال شغله بتطلع كذب؟ بس يكون معلومكم انه هي اول اشاعه رح تتلاحق ورح يصير فيها قص لسانات. ساميه اسمعي مني وبلع لسانك مشان اذا اجى الاستاذ جميل يقصه ما يلاقي. سمعتي؟ وانتي مرتي شو؟ ما بدك تحكي معي؟ شو جنيتي عم تفرشي اسنانك بالقلم؟ لا تكوني حكيتي لك شي كلمة هيك ولا هيك، لأنه صارت وصارت على الأستاذ جميل، بركي بهالزحمة بيروح بينقص لسانك معه. إن شاء الله بيقص لك لسانك، أنت أول واحد مشان تبطل تحكي مع هاي البطيخة اللي اسمها وردة. لك أنا مع وردة بحكي حتى بالخرساني، أنا رايح. دربي سد ما يرد. ألو، أعطيني خط، وقفي حاجتك. الو بدي احكي مع ابو عذاب. اذا قلنا اعطاني المدير الجديد 5 اذونات سفر بالميتة ميتة، كل اذن سفر فيه 200 ليره، قديش بيطلعوا؟ 1000 ليره. واذا حطني بشي لجنه مشتريات بالميتة ميتة فيها 10 طلعات، كل طلعه ب 500 ليره، قديش بدهم يصيروا يا حزرك؟ 5000 ليره. 1000 و5000 قديش بيصيروا؟ 6000 ليره. لا تقولي ولا تعذبي حالك. وليش عم تشقي الورقة؟ لأنه ما عاد لها لازمة. ها شبكي غيرانة مني؟ لا غيرانة ولا حيرانة، أحلامك كلها طارت بالهوى. شو قصدك؟ ما قصدي شي، بس سمعت لك إنه الأستاذ جميل قاعد بمكتبه وعم يمارس صلاحياته، يعني لا طوطوا له ولا قحطوا له ولا زحلقوا ولا طيروه. سمار ولك أنت متأكدة من هالحكي؟ طبعا متأكدة، شفته بعيني لما دخل المديرية، وما أنا بس يلي شفته، موظفين كتار يلي شافوه معي. يخرب بيت فنارك، لك سامية أكدت لي إنه طوطوا له. يي صحيح، نسيت خبرك. بشو؟ قال المدير أصلها لسانها لسامية، وهلأ عم بيدور على بقية الموظفين يلي شاركوها بترويج الإشاعة مشان يقصلوا لسانهم معها. إيه بس أنا ما قلت شي. برافو عليكي. انتي ما حكيتي وانا ما سمعت، انا وياكي سمعنا من برا. ايه انا وياكي سمعنا من برا، ما لنا علاقه بالشي. خبرك الخبر الاخير ولا اعصابك ما عاد تتحمل؟ خبريني شو؟ لا هلا شايفتك مزعوجه. بلا بعدين بتعرفي لحالك. سمار لا تطقي قلبي، احكي شو فيه وخلصيني بقى. بس وعديني تتقبليه بروح رياضيه عاليه ولا تزعلي. خلص بوعدك اني ما ازعل، بس قليلي شو في. لا دخيلك، خليكي تعرفي من غيري احسن. سمر بزعل منك اذا ما بتحكي، خلصيني. ها شفتي لسه ما سمعتي الخبر وهيك تضايقتي، شلون لكان اذا سمعتي؟ حبيبتي انا ماني متضايقه، تفضلي احكي شو في. سمعت لك انه المدير الاستاذ جميل ما غيره. ايه شو بو؟ لغى جدول اضافي كله. يخرب بيتك على هالخبريه. ما قلت لك بلا ما احكي. يا ربي وين بدي لاقيه؟ لانه بالبيت ولانه عند اهله. وين اختفى؟ معقوله تكون الاشاعه اللي منتشره بالمديريه صحيحه؟ لا انا ما بصدق، جميل نظيف وما حواليه شيء. يا ربي لكان وينه؟ لا ارجع على المديريه، بركي بيكون رجع. اذا ما رجع بشوف الإشاعة لوين وصلت. تيراري بارا بارا تيرارا.
تفضل استاذ. شايفك مهموم خير، شو في؟ شو بدي احكي لك يا مسعود؟ لا احكي لك. هيك بلشنا الجد. بدك تحكي لي، صار لك يومين غايب عن المديريه، خير شو في؟ انا ضربتها سياره ودخلناها على المستشفى. وان شاء الله هلا خير؟ لا الحمد لله احسن بكثير. الحمد لله، صبلنا قهوه. جلس ولا جلس وروح من خلقتي بسرعة. حبيبي مهان، هلا قولتك جميل بيتصل؟ حبيبتي طبعا بيتصل، اكيد بيتصل، بس هدي حالك وارتاحي شوي. انت شلون بدي ارتاح ولي؟ هلا انت لو كنتي محلي تعملي نفس الشيء ولا بس عم تعطي مواعظ يا جماعه؟ انا لو كنت محلك ما بحط حالي بالموقف هذا. اكيد جميل.